أبنائي الأعزاء، السلام عليكم. دي المحاضرة الخامسة لتطبيقات العملية الاستخدام. إحنا النهاردة هنتعرض، المرة اللي فاتت عرضنا للبيلد سامبلز تي تيست، النهاردة هنتعرض للبيلد سامبلز تي تيست. كلمة بيلد سامبل معناها عينات مترابطة مع بعضيها، زي على سبيل المثال لو أنا خدت مجموعة من الأفراد ودرست البرودكتيفيتي بتاعتهم قبل التريننج كورس، وبعدين دخلتهم على تريننج كورس، وبعدين درست البرودكتيفيتي بتاعتهم بعد التريننج كورس. فهما نفس الافراد، كل فرد هيبقى له رقمين، رقم قبل التجربه ورقم بعد التجربه، دي بنسميها بيرد تي تيست. طبعا نكتبه بتاع البيانات اللي موجود قدام اهو، ده اول صفحه من البيانات. خلي البيانات اهي، يبقى انا هدخل 50 مفرده واحاول اجاوب على الاسئله دي. اس بي اس اس محطوطه اهي قدامي اجاباتي، واشوف الكومنت بتاع كل ناتج من النواتج بتاع الاوتبوت بتاع البرنامج